أهلا بكم. ما أسباب ارتفاع وتيرة هجرة العراقيين إلى خارج العراق رغم الموت الذي يحيط بهم في طريق هجرتهم، مع أن الحكومة تصور للعالم أن العراق يعيش في أمن ورفاهية؟ ما هي العوامل التي أدت إلى جعل العراق بيئة غير صالحة للعيش؟ وكيف أسهم نظام المحاصصة الطائفي الملوث بالفساد المالي والإداري؟ كيف أسهم في حرمان العراقيين من حقوقهم في العيش الكريم حتى ازدادت هجرتهم إلى خارج العراق نحو أوروبا؟ هل بات العراق طارداً لأبنائه رغم غناه بالموارد البشرية والمالية والنفطية والمعدنية وإلى آخره، حيث يلقى الكثير من العراقيين حتفهم؟ مصادر تتحدث عن نحو 800 عراقي منذ مطلع عام 2024 راحوا ضحية الموت غرقاً أو الموت بأشكال مختلفة في طريقهم أو في طريق هجرتهم هرباً من العراق نحو أوروبا. ولا يزال أيضاً العشرات مفقودين في طريق هجرتهم. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، وسيكون معنا الأستاذ دكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. أستاذ فاروق، مرحبا بك. وأهلا بمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بكم، وأرحب بالأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك وضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. إذا نتابع سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كون معنا. العراق الذي تؤهله ثرواته وموارده البشرية أن يكون في مصاف الدولة المتقدمة ويتمتع شعبه بالرفاهية والاستقرار، إلا أنه في ظل حكومات الاحتلال منذ عام 2003 أصبح الأكثر فقراً وتشريداً بين دول العالم. ارتفاع وتيرة رغبة العراقيين وأسرهم بالهجرة من العراق يعكس حجم فساد النظام السياسي وأحزاب السلطة الحكومية بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق، في حين أكد قسم الإعلام في الهيئة أن أكثر من 34 شخصاً لقوا مصرعهم، ولا يزال عشرات في عداد المفقودين وفق أحدث الإحصاءات المتعلقة بضحايا احتراق ثم غرق قارب كان على متنه 75 مهاجراً أغلبهم عراقيون من أبناء محافظات كردستان العراق كانوا يرومون التوجه صوب أوروبا قبل أن تحل بهم الكارثة قبالة سواحل جنوب إيطاليا، لتزداد بذلك حصيلة ضحايا الهجرة غير الشرعية إلى أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم أو فقدوا في أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام الحالي 2024. استمرار هجرة العراقيين وإصرارهم على مغادرة البلد على نحو غير مأمون يعود إلى أسباب جعلت العراق بيئة غير صالحة للعيش في ظل النظام السياسي القائم فيه وثلة الأحزاب السياسية الفاسدة التي جعلته مفتقراً لمقومات الحياة الضرورية، في ظل انعدام الأمن والاستقرار والغياب الكبير للخدمات والدمار الهائل في البنى التحتية، هذا فضلاً عن حرمان العراقيين حرياتهم العامة وحقوقهم في الحصول على فرص العمل ومصادرة مواردهم وسرقة خيرات بلدهم. البيئة الطاردة في العراق دفعت العراقيين الهجرة نحو مستقبل مجهول في أوروبا وغيرها، وهو ما يعكس حجم الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة، والذي جعل العراقيين من الشعوب الأكثر فقرا مع استمرار الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاسدة بالوعود وتسويق الأوهام بشأن مستقبل رغيد وعيش كريم. وواقع الحال يكشف يوميا عن حجم الأكاذيب التي يروجها هؤلاء، ويظهر للعراقيين بطلان أي مشروع يقوم على المحاصصة والطائفية والتضحية بوحدة الوطن. أبدأ معكم أستاذ فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. ما أسباب هجرة العراقيين إلى خارج العراق رغم أن الحكومة تروج عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج أن العراق مزدهر، أن العراق مستقر؟ إذا تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال أنا أستعرض
الهجرة وتاريخ الهجرة بالنسبة إلى الجاليات العراقية. تفضل. ولو بسريع تفضل جدا. بالتأكيد. تفضل. الحقيقة يعني من خلال عملي الدبلوماسي وموقعي كقنصل في أكثر من سفارة، كنا نرى أن الجاليات العراقية هي أقل الجاليات العربية الموجودة في تلك البلدان اللي عملت بها. إذا نستعرض الهجرة اللي حصلت بالنسبة للعراقيين، أول هجرة كانت بعد سقوط الملكية عام 58، الكثير من العراقيين وبالذات كانوا المسؤولين في السلطة الملكية وبعض ما يطلق عليهم الإقطاعيين وأصحاب رؤوس الأموال هاجروا إلى إنجلترا وإلى سويسرا وإلى لبنان، وكانوا يعني عددهم بالمئات ليس بالآلاف. الهجرة الثانية الحقيقة واللي كانت هجرة منظمة رعتها الكنيسة الكاثوليكية هي هجرة الأخوان المسيحيين في منتصف السبعينات، وكانت هجرة ليست هجرة قسرية وإنما كان الجواز العراقي جواز قوي جدا، وكان يحصل العراقي على جواز السفر ويحصل على سمة الدخول ويذهب يسافر إلى إما إلى لبنان وإلا إما إلى اليونان، وكانت تسمى هذه الهجرة هجرة لم الشمل، كأن تكون العائلة منقسمة قسمين، قسم موجودة لا زالت بالعراق وقسم في أمريكا أو أستراليا، ومعظم هؤلاء كانوا من إخواننا المسيحيين من الكلدان والآشوريين، وأنا شاهدت وعشت مع كثير منهم في اليونان وكنا نرعاهم ونقدم لهم أي مساعدة لأنه كانت هجرة طبيعية. ولكن الهجرة الثالثة أستطيع أن أسميها هي ما حصل بعد 91، بعد أحداث 91 وتطبيق قرارات الحصار أصبحت الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي في البلد، واللي الهجرة اللي كانت هجرة للبحث عن وسائل العيش وللبحث عن يتجد أحد أفراد العائلة سواء أستاذ جامعي أو حاصل على شهادة عليا طبيب مهندس يذهب إلى اليمن أو ليبيا أو الإمارات أو إحدى الدول الأوروبية للعمل لإرسال مبالغ تساعد عائلته في الحياة. لكن الهجرة اللي هي القسرية والهجرة اللي كانت الحقيقة هي بعد 2003، وهذه الهجرة اللي هي أصابت المجتمع العراقي بشكل كبير وأذت المجتمع العراقي، والحقيقة عشناها بشكل سواء من خلال الوضع اللي تعرضنا إنه، وكنت ربما أنا أحد هؤلاء المهاجرين، نتيجة للأسف استهداف الميليشيات واستهداف أحزاب دينية. الوضع في العراق بعد الاحتلال، وأستطيع أن أقول أنه كانت هناك نوع من التمييز الطائفي في التوجه لإرغام الكثير من العوائل على الهجرة من مناطق معينة سواء من جنوب بغداد أو من بعض أحياء بغداد. بعد 2010 بدأت الهجرة تجتاح العراق ككل، يعني لم تقتصر على أحياء في بغداد أو على محلات، وهذه الهجرة اللي للأسف لا زالت قائمة وبلغت أعدادها الملايين، سواء هجرة داخلية من خلال المشردين في المخيمات في مناطق شمال العراق أو الهجرة إلى الأردن وتركيا ومن ثم المحاولة الوصول إلى أوروبا. بكوني موجود في اليونان، اليونان تعتبر هي المحطة الأولى للمهاجرين اللي يتوجهون إلى أوروبا. نعم للأسف الكثير من العراقيين رغم دفعهم مبالغ طائلة وقعوا تحت
جشع المهربين، يوضعوهم بزوارق مطاطية لا تصلح للعبور وتتعرض إلى الغرق، وكثير من المهاجرين خسروا حياتهم نتيجة هذه العمليات اللي هي غير منظمة. نعم، ابقى معي أستاذ، سوف أعود إليك مرة أخرى أستاذ فاروق. أستاذ عبد الله، أسباب هجرة العراقيين رغم الرفاهية الموجودة في العراق التي تتحدث عنها الحكومة، رغم الكهرباء الموجودة في العراق، رغم فرص العمل المتوفرة، رغم أن العراق بعد الاحتلال صار نموذجا لجميع الدول، الكل يسعى أن يكون مثل واقع ومستوى دخل المواطن العراقي، إذن فلماذا يعرض المواطن العراقي نفسه للموت؟ وأكثر من ونحو 800 مواطن عراقي ماتوا، أكثرهم بالغرق خلال يعني منذ مطلع عام 2024 بحسب مصادر من منظمات حقوقية. ما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هجرة العراقيين؟ الأسباب الحقيقية وراء هجرة العراقيين إذا ما قارنا الوضع الاقتصادي المتميز للعراق والثروات الهائلة التي يملكها والمعاناة التي يعانيها شباب العراق، المعاناة السياسية والاقتصادية والأمنية وكثيرة من والفكرية أيضا، وهذا سنعود إليه لأنه هذا عامل أيضا مهم. كل هذه العوامل المجتمعة لو قارناها مع الوضع الاقتصادي فنذهب إلى أن هناك عمل مبرمج لطرد العراقيين وجعل العراق بيئة طاردة لشبابه، وهذه هي المشكلة الأساس التي يعاني منها الشعب العراقي. وجود أعداد كبيرة من العاملين الأجانب في العراق الذي يتزاحمون مع الشباب العراقي على حتى أبسط الوظائف وأبسط الأعمال في المطاعم وفي الفنادق وغير الأماكن، حتى مجال التنظيف يعني. فبالتالي هناك برمجة رسمية معينة واضحة تديرها الدولة تجاه الشباب العراقي لدفعهم إلى الهجرة. فإذا الهجرة هي عمل منظم وخلق بيئة طاردة للشباب، إذا يعني هناك أجندات خطرة تواجه الشعب العراقي من وراء هذه الهجرة. هذه الهجرة يعني هذه الأسباب الاقتصادية التي مثلا ارتفاع مستوى البطالة وعدم تعيين الخريجين وجعلهم أداء عرضة لكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية داخل العراق، يجعلهم للبعث على مكان آمن أفضل، على الأقل يحقق لهم الحياة الكريمة البسيطة. وهذه هي المشكلة الكبيرة التي تدفع بالعراقيين إلى الهجرة. فإذا الهجرة منظمة يعني تدفع بها أطراف سياسية في العراق، وكثيرا ما يذهب السبب إلى أن إيران هي التي تدفع القوى المهيمنة على السلطة العراقية لجعل الشباب العراقي يخرج، لأنه هناك مصلحة كبيرة في عملية التغيير الديموغرافي. هؤلاء العراقيين الشباب لما يطلعون العراق يخسر، يعني على الرغم أنه لا توجد هناك يعني إمكانيات للعمل والتشغيل، إلا أنه يخسر طاقة أساسية. هناك تصير مشاكل اجتماعية داخل المجتمع، كل أسرة يطلع منها الشباب، الأب يبقى يحتاج، العائلة أخته تحتاج، أخوه يحتاج، هذا تفكك في الأسرة. وهذا ما يدفع الإيرانيين حقيقة للضغط على الحكومة وأطرافها لدفع الشباب إلى الهجرة. اليوم في محافظات من النجف مثلا تراها كأنه مدينة أفغانية وليست مدينة عراقية. هذا الشباب في النجف أكثرهم يطالبون يعني يسعون إلى الهجرة. هذه الهجرة اليوم الخطورة فيها كبيرة جدا. الشباب الذي يهاجر يمتلك الإمكانيات المتواضعة لدفع، مثل ما تفضل الدكتور على أنه يدفعون مبالغ طائلة. فإذا الذي يهاجر هو يمتلك الإمكانية المتواضعة، احتمال ضغط على أهله أو ضغط على نفسه أو اشتغل أو شيء أو جمع في سبيل أن يدفعها إلى المهرب. عندك المشكلة الأكبر اللي يخلقها الذي يرغب في الهجرة ويريد أن يهاجر ويريد أن يترك العراق لهذه الأسباب ولا يمتلك الأموال، يذهب أين؟ يذهب إلى العصابات المنظمة، إلى الجريمة المنظمة، إلى
ترويج وبيع المخدرات، فإذا يخلق مشكلة أخرى داخل في سبيل أن يحصل على المال الذي يسمح له بالذهاب. أما الإنسان لما يذهب ويجعل نفسه ما بين الموت والحياة، بمعنى أنه الرجوع إلى العراق أو العيش بالعراق هو أخطر من يعني أخطر من الموت الذي يعانيه في البحار وعلى يد العصابات التي تستغل الهجرة إلى أوروبا أو إلى أماكن أخرى. ومن المؤسف جدا يعني أن نضع الشباب العراقي بالتوازي، أو نجي نقارنه مع الشباب الأفريقي الذي يطلب الهجرة إلى أوروبا للعيش، يعني إمكانياتهم الاقتصادية ضعيفة، الوضع الأمني عندهم متردي. هذا الربط إذا أريد نقارن ما بين الشاب العراقي، يعني المعاناة العراقيين أو الشباب العراقي غير مبررة، إلا أنه ممنهجة من الدولة ومن القوى التي تدعم الدولة، الدول الإقليمية وهي إيران، وبالتأكيد أمريكا تحتاج مثل هذا الفعل ضد الشعب العراقي. نعم سيد عبد الله. أستاذ فاروق، يعني خبراء في علم النفس يرجعون ما يجري في من عمليات هجرة يعني عشوائية ومبرمجة ممنهجة منذ عام 2003 وإلى الآن. هناك تعمد في الإحباط أو جعل أو خلق الإحباط النفسي لدى المواطن العراقي من خلال انعدام البنية التحتية، من خلال استخدام منظومة القضاء في الانهيار النفسي لدى الشباب العراقي ولدى العراقيين الذين لا يريدون سوى العيش بكرامة. كل هذه الأمور كثير من المراقبين يرون أنها هدف من أهداف الاحتلال الأمريكي بإحلال السكان مكان سكان العراق الأصليين. إلى أي مدى ترى أن بيئة العراق يعني بعد عام 2003 ما هي إلا بيئة للطرد الممنهج والمبرمج؟ يعني على سبيل المثال قطع الكهرباء، والكهرباء أمرها سهل بالنسبة للصومال، بالنسبة للدول الأفريقية، بالنسبة لأي دولة تراها في العالم أمرها سهل. في العراق البلد القوي بموارده البشرية وبعقوله وبإمكاناته المالية، لا نقول تعجز الحكومة، بل هي لا تريد أن تصنع أو الكهرباء لهذا البلد، والأمر ممنهج ومبرمج. هل ترى هذا الأمر هو فعلا هدف من أهداف الاحتلال الأمريكي بطرد العراقيين من بلدهم؟ في البداية تحياتي إلى ضيفك الكريم الأخ العزيز عبد الله سلمان. ونعم نعم، المسألة مبرمجة وممنهجة، والاختلاف في الهجرة ما بين الهجرة أيام الحصار والهجرة الآن. الهجرة أيام الحصار يذهب الفرد للبحث عن عمل لكي يساعد عائلته، يرسل الأموال من خارج العراق إلى العراق بسبب الحصار. لكن الهجرة الآن العائلة بكاملها تهاجر لأنه تتعرض إلى الضغط، تتعرض إلى الاختطاف، تتعرض إلى الحرمان، تتعرض إلى كثير من عمليات الاضطهاد، اعتقال الأبناء. فإذن هذه الهجرة هجرة منظمة وممنهجة، وبدأت ليست يعني بالتدريج، بالبداية من خلال محاولة اغتيال العلماء. وتحدثنا أستاذ سمير في حلقات سابقة عن كيف كانت عملية إفراغ العراق من العقول العلمية، سواء من خلال الاغتيال أو من خلال الفرض الهجرة القسرية. نفس الشيء بعد 2005 بدأت تختلف من خلال إدخال الميليشيات وإدخال الصراع الطائفي على بعض المدن وبعض الأحياء السكنية للهجرة من منطقة إلى منطقة. كان الهجرة مثلا من بعض مناطق الرصافة إلى مناطق الكرك، لكن بعد 2010 بدأت الهجرة، وبالذات بعد ما يسمى باحتلال، بعد يعني بعد الانتفاضة اللي حصلت في المحافظات الغربية بعد 2011، تعرضت هذه المحافظات إلى عمليات اضطهاد
ومعروفة الأمور ما جرى على جسر بزيبز وغيرها من أمور، وكذلك بعد ما يسمى بوجود داعش تعرضت هذه المدن إلى هجرة قسرية وخرجوا الملايين. بالبداية كنا نتحدث عن آلاف، بعد 2014 أصبح الأعداد بالملايين. الآن تقدر أعداد المهاجرين العراقيين سواء بالوطن العربي أو خارج الوطن العربي بأكثر من 8 مليون عراقي. فهذه الهجرة إذن هجرة بالتأكيد منظمة واستهداف مخطط إليه، ومثل ما ذكر الأخ عبد الله أنه إيران داعمة لهذه الهجرة، والميليشيات أدوات لتنفيذ هذه الهجرة. عندما تتعرض العائلة إلى اختطاف أحد أبنائها والتهديد باختطاف رب العائلة، يضطر رب العائلة إلى أن يهاجر هو وعائلته. وعندما يجد يعني العراقي هو متشبث بأرضه، لذلك نجد الكثير عندما وجدوا ملاذ آمن في أربيل أو في المنطقة الشمالية في منطقة كردستان، كثير من العراقيين توجهوا إلى هناك أو إلى تركيا عندما كانت تركيا تسهل عملية الدخول ومنح الإقامة. تجد أن الكثير منهم لم يرغب بالذهاب إلى أوروبا، لأنه أوروبا لن يجد الحياة الوردية. ولكن أيضا من كردستان الكثير من الشباب غرقوا في الآونة الأخيرة. نعم، هم من كردستان. نعم، خرجوا هربا من واقع كردستان. نعم، لأنه الوضع للأسف في العراق بصورة عامة الوضع غير سليم، والعمليات الممنهجة، الفساد المستجدي في دوائر الدولة هو اللي يحطم طموحات الشباب للوصول. طموحات يعني على سبيل المثال ذكرت ظاهرة الكهرباء. الكهرباء في 2005 صرح وزير الكهرباء وعبر أجهزة الإعلام قال أنه سيجري كل شيء إلا إعادة الكهرباء بشكل كامل، لأنه هناك خطة ممنهجة لاستمرار قطع التيار الكهربائي، لأن بوجود تيار كهربائي ستعاد الصناعة. صح. ستعاد الزراعة. صح. سيعاد التعليم. فإذا يجب، وهذا قالها وزير أحد وزراء اللي إجوا بعد الاحتلال ب 2005، وأستطيع أن أقول اسمه أيهم السام الرأي، طرحها من وسائل الإعلام، قال كانت هناك إرادة أمريكية لعدم عودة الكهرباء واستمرت لحد الآن رغم صرف أكثر من 88 مليار دولار على إنشاء محطات الكهرباء أو على الكهرباء. لا زال العراق يعاني من انقطاع التيار الكهربائي مع شديد الأسف. فإذا هي الخطة الممنهجة ليست فقط تهجير العراقيين، وإنما تفكيك المجتمع العراقي وتدمير العراق بشكل كامل. نعم أستاذ فاروق. أستاذ عبد الله، لماذا العراق تحديدا يراد يعني تهجير أبنائه، يراد تحطيمه على هذا النحو، مع أن الحكومة لا زالت إلى الآن تطلق الأكاذيب بأنه العراق، المواطن العراقي يعيش في أمن ويعيش في استقرار ويعيش في رفاهية وفرص العمل متوفرة، وتصور كل ذلك عبر السوشيال ميديا. يا ترى يعني فهمنا أن عدم وجود الكهرباء في العراق يعني هو عدم وجود بنى تحتية، لا يراد للعراق أن يبنى، لا يراد للعراق أن يكون له كيان ولا له جيش ولا له شباب. أنتم في أوروبا مثلا، يعني إذا أخذنا على سبيل الـ يعني دراسة مقارنة بسيطة أو أوجه مقارنة بسيطة، ماذا تمثل الموارد البشرية في أوروبا هناك التي تستقطب الآن العقول، تستقطب حتى العراقيين؟ أوروبا في ستينيات القرن الماضي كانت من الدول الناهضة وليست المتطورة، إلا أنها استفادت من العنصر البشري لأهميته واستقطبت كفاءات كبيرة. فإذا
فإذا صارت ما يسمى بالثورة الصناعية الثانية، الثورة الاقتصادية الثانية التي حدثت في أوروبا. وبالتالي العنصر بعد ذلك بدأت تخطط أوروبا على أن العنصر البشري هو الأساس في تطوير واستدامة هذا التطور، فوضعت المناهج الصحيحة والتخطيط السليم في التعليم، في التعليم المهني والتعليم العالي والتعليم المتخصص والدراسات الأخرى، فبالتالي وضعت برامج كاملة لبناء هذا الإنسان، لأن الإنسان هو العنصر الجوهري والأساسي في بناء أي وطن وفي بناء أي شيء. إذا حتى إذا عندك مصنع كبير إلا لم توجد إليك عندك كفاءات من هؤلاء البشر بالشكل السليم لا يستطيع إكمال إنتاجه. فهذا على الفكر الواسع لأي وطن، فلازم يكون لابد وأن يكون هناك إمكانيات بشرية هائلة يجب أن تحتضن، يجب أن تخطط، يجب أن تتم رعايتها. يعني مثالا يعني أحد البرلمانيين في الدنمارك أخذ يناقش قضية يعني دعم الطلبة، كان بعض أحد الأحزاب طرح موضوع أن الطلبة تخفض الدعم، لأن هناك خصوصا طلاب الجامعات والثانويات لهم رواتب ثابتة منحة من الدولة وليست مستردة يعني. فطلب أحد الكتل السياسية بتخفيض هذا المنحة، فرد عليه أحد السياسيين الكبار المعروفين في الدنمارك، قال له أنا لا أفكر الآن بنفسي لأني خرجت من الجامعة، لكن أفكر في أحفادي كيف يكون لهم المستقبل، فلذلك نحن نرفض هذا الاقتراح. هذه هي النظرة الشاملة لمستقبل الإنسان في أوروبا يعني بشكل عام. فلذلك أما في العراق، وبداية سؤالك لماذا العراق، هو الغاية والهدف من الاحتلال هو أن يوصل العراق إلى هذا الحال وأسوأ منه. فبالتالي إذن الغاية والهدف هو العراق أن يكون خارج المعادلة السياسية الإقليمية، وبالتالي يكون متشكل. لماذا مثلا يسأل البعض، ولست أنا من يسأل، البعض يسأل يقول لماذا ليست السعودية، لماذا ليست مثلا الكويت، لماذا ليست دول الخليج، لماذا دول الخليج مستقرة والعراق يحصل له هذا الدمار على مدى أكثر من 20 عام، وكذلك سوريا وكذلك لبنان. الموقع الاستراتيجي للعراق مهم جدا في المنطقة ومؤثر وفعال. لو لاحظنا يعني تأكيدا على أنه كيف أنه مؤثر وفعال، عندما سقط العراق سقطت المنطقة بأكملها. هذه هي الغاية، العراق قريب ومؤثر على الكيان الصهيوني وعلى النشاطات الأخرى في الجانب الآخر، هو النشاط الفارسي ضد المنطقة العربية. العراق هو جوهر المنطقة، لذلك لما تأتي وتضرب جوهر وقلب المنطقة فبالتأكيد كل المنطقة تتزعزع. اليوم المنطقة مهلهلة، يعني قضايا غزة إلى اليوم يعني 56 دولة، يعني 22 دولة عربية مش قادرة تطلع 22 كيلو طحين إلى غزة بإرادة حرة وحدهم إلا بموافقة الكيان الصهيوني. هذه هي الغاية الأساسية، أن تصل المنطقة إلى هذا الحال المزري المعيب. فلذلك العراق كان هو الهدف وهو الغاية من أن يصل من الاحتلال وأن يصل شبابه إلى هذا المستوى، والتهجير والأهداف السياسية واضحة للعلن. نعم سيد عبد الله. دكتور فاروق، بالعودة إليكم، يعني كما هو معلوم إيران وأطماعها في العراق لا أتحدث عنها أنا شخصيا، ولكن يتحدث عنها الكثير من الخبراء والمتخصصين والمراقبين وما يجري على الأرض الآن. ليس هناك نفوذ عربي في العراق، ليس هناك نفوذ لأي دولة سوى النفوذ الإيراني، وهم المتحكمون بقرارات العراق، بقرارات مصير المواطن العراقي، وهم بحسب ما يرى الكثير من المحللين هم السبب الرئيس في هجرة المواطن العراقي نتيجة حرمانه من حقوقه الأساسية والإنسانية. ولكن هل ما يجري في العراق بعيدا
عن جيرانه؟ يعني لماذا الجيران مستقرون والعراق منذ أكثر من 30 عاما من مرحلة إلى مرحلة من الموت والخراب والدمار والتهجير والقتل؟ الحقيقة إيران لم تأتي من فراغ. إيران القرار اللي اتخذ في مؤتمر لندن باحتلال العراق وتوزيع الحصص ما بين الطوائف وما بين الأقليات والقوميات، توزيع السلطة، أرادوا من خلال مؤتمر أربيل ومن خلال مؤتمر لندن منح أنصار إيران وأتباع إيران قوة متنفذة. ولذلك لو نلاحظ مجلس الحكم وتشكيلة مجلس الحكم أنه خلينا نسمي الأسماء بمسمياتها، أعطوا الحصة الأولى حصة الأسد للشيعة والحصة الثانية إلى الأكراد، واعتبروا السنة هم الأقلية، ولذلك لعبوا الورقة الطائفية والتمييز الطائفي والقانون اللي الدستور اللي صوت عليه عام 2005 أقر هذه التسميات وأقر هذه المكونات ووضع. والآن نلاحظ هذا الشيء من خلال السلطة بيد من؟ السلطة بيد الميليشيات، السلطة القائد العام للقوات المسلحة في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يحرك لا يحرك مفرزة من مفارز الميليشيات. والدليل أنه عندما كان حيدر العبادي لم يستطع أن يحيد هذه الميليشيات، وكذلك مصطفى الكاظمي، وكذلك الآن رئيس الوزراء الحالي غير قادر على سلطة الميليشيات، هي أعلى من سلطاته لأن الميليشيات تأخذ أوامرها من إيران. فإذا إيران الولايات المتحدة الأمريكية بقرار أمريكي هي من سمحت لإيران، لأنه تلتقي في كثير من الأحيان تلتقي الخطط الأمريكية أو الطموحات الأمريكية أو الأهداف الأمريكية في المنطقة مع أهداف إيران. يجب مثل ما كانوا واضعين شاه إيران بمثابة أطلقوا عليه اسم شرط الخليج، وضعوا الآيات يعني سواء كان خميني أو خامنئي من خلال سلطة الولي السفيه، ولا وأنا ما أقول الولي الفقيه لأنه ليس فيهم فقيه، أعطوا هذه السلطة إلى 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 أن تكون نفوذها ليس في إيران فقط وإنما في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان. أزالوا الحدود ما بين هذه الدول وما بين إيران، واعتبروا إيران هي المتنفذ رقم واحد. ولذلك عربيا لم تستطع أي دولة عربية أن تجد لها موطأ قدم بالعراق ما بعد 2003. نعم ضعف الأنظمة العربية لعب دور، ولكن الإرادة الأمريكية لم تسمح للشركات. على سبيل المثال كم قدم الشركات السعودية لاستثمار الكهرباء في العراق، لم تسمح لها الولايات المتحدة الأمريكية، واستمر لا زال إلى يومنا الحالي العراق يشتري الغاز من إيران ويشتري الكهرباء من إيران، وتحول مبالغ تعرف أمريكا أن هذه المبالغ هي 3 أضعاف المبالغ الحقيقية. فإذا تلتقي المصالح الأمريكية والمصالح الإيرانية على هذه المنطقة وبهذه الفترة، ولذلك إيران توغلت في المنطقة. لو لم يكن هناك دعم أمريكي، المقاومة، لنأخذ المقاومة نرجع إلى الوراء، أنا عشت في بغداد، رجعت بعد الاحتلال، وصلت يوم 9/6/2003. المقاومة العراقية كانت محصورة في مناطق محددة. الفلوجة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها أن تسيطر على الفلوجة إلا باستخدام أسلحة محظورة وباستخدام الأسلحة الكيميائية والنابالم. لذلك سمحت لهذه الميليشيات للقضاء على المقاومة الحقيقية، المقاومة اللي كانت تقاوم الأمريكان وتقاوم التواجد الإيراني.
فالتقت المصالح الأمريكية بالمصالح الإيرانية لتدمير العراق، وهذا اللي جاري لحد الآن. نعم أستاذ فاروق. أستاذ عبد الله، سبق وأن يعني انتفض العراقيون والشباب العراقي من أجل تغيير الواقع بدلا من الهجرة والطرق المحفوفة بالموت، فخرجوا في تظاهرات في عام 2019 كانت تطالب بداية بالحقوق الإنسانية، ومن ثم طالبت بحقوق أكبر بإسقاط النظام وإسقاط كل المسببات التي أدت إلى وصول العراق إلى هذا الشكل، وكانت تظاهرات يعني في الصيف في وقت لم تكن فيه كهرباء وحر شديد وإلى آخره. هل تتوقع أن تتكرر هذه التظاهرات بدلا من الهجرة التي لا يستطيع الجميع أن يهاجر، والأسباب يعني بحسب ما يصف الكثير من العراقيين بأن الأسباب هي مادية، لا يستطيعون، لا يملكون المقدرة المادية على الهجرة خارج العراق، هل تتوقع أن يتكرر ما حصل عام 2019 والظروف كلها متشابهة؟ الشباب العراقي حقيقة صحيح أنه الهجرة كبيرة وواسعة، لأنه أيضا متمسك بأرضه، متمسك ببلده، ويسعى للتغيير بالتأكيد. يعني هذا أمر متوقع. الآن الشباب العراقي، وهذه مسألة يجب أن نستعرضها، يتعرض إلى ضغوط فكرية كبيرة، بحيث أنه العامل الثقافي والمجال الثقافي سلم إلى بيد الجهلة، بحيث أصبحت الثقافة في العراق ثقافة منحطة بشكل غريب. يعني يعيش الشباب العراقي غرابة ما بينه وبين هذه الثقافة. في معلومة فقط أستاذ عبد الله، في معلومة، يعني هناك من العراقيين في الخارج في أوروبا يقولون أن أكثر العراقيين الذين هاجروا إلى أوروبا وفي توافد مستمر هم من المحافظات الجنوبية. نعم تفضل. بالتأكيد تفضل. هو هذا اللي أنا أستهدف في تحليلي، أنه الضغط الفكري الذي يمارس على هذه الشريحة من الشباب في هذه المناطق ضغط فكري متخلف لا يتماشى لا مع ثقافة الفرد العراقي ولا مع طبيعته النفسية، وغريب عنه نهائيا. فذلك الشعب العراقي والشباب العراقي يشعر نفسه أنه هو عايش في مجتمع غريب، في ضغط نفسي غريب وثقافي. اليوم سلمت الثقافة بيد جهلة، خلقوا من واقع ثقافي غريب ليس له علاقة بالثقافة ولا بالوعي. فلذلك الشباب حتما يثور، لأنه يريد أن يتخلص من هذه الشرائك، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية. رغم أن من قدم 1000 شهيد أو أكثر وقدم آلاف الجرحى هم هذه أبناء هذه المناطق أغلبهم، يعني صحيح شارك من الرمادي ومن الموصل وحتى من أربيل ومن سليمانية، شاركوا شباب كثيرين، إلا أن الأغلب والأعم هم أهل الجنوب، فبالتالي هم المستهدفين من هذا التغيير الديموغرافي، هم المستهدفين من عملية الضغط النفسي والاجتماعي وتغيب مستقبلهم وجعلهم يعيشوا حياة ذليلة، هم المستهدفين. فبالتالي حتما يأتي يعني الانفجار السياسي الذي لم يتوقعه كل هذه القوى التي تمتلك الأسلحة والميليشيات، والتي ظنت أنها عندما قتلت 1000 شهيد أنها سيطرت على الوضع، وبعدين حرفت الثورة برأيها بجماعة الصدر وغيرها، لكنه تبقى الآمال معقودة كثيرا على أن التغيير قادم حتما وبإرادة الشباب وليس غيره. لذلك هي تدفع الدولة دائما إلى هجرة الشباب، تدفعهم دفعا حتى يبقى الشارع العراقي بدون محرك جوهري، تبقى الناس الكبار والصغار والناس البسطاء والمرضى وغيره، هؤلاء غير قادرين على أن تحريك، لكنه الشباب هو القادر على هذه العملية. فبالتالي حتما يكون هناك ثورة، ومتوقعة جدا أن الشباب يسعى إلى عمل ثوري لا نعرف نحن تفاصيله،
هم أدرى بنفسهم وأدرى بكيف والتوقيت لهم والساحة لهم وهم، لكن هناك إرادة حقيقية للتغيير هناك، لأنه وصل السيل الزوبع. فلذلك يعني لا يمكن البقاء على هذا المنوال ولن يفرح يعني هؤلاء أنهم استقروا وانتهوا، لأنه فشلهم أصبح يعني سد كل طرق الأمل مع العراقيين، خصوصا في المجال الاقتصادي والنهب والثروات التي تقسم ما بين الكتل السياسية على حساب أبناء الشعب العراقي. نعم أستاذ عبد الله. أستاذ فاروق، بتظاهرات سلمية هل يمكن أن يذعن النظام السياسي الطائفي في العراق الذي يعتاش على غسيل الأموال بمليارات الدولارات بتريليونات الدولارات، غسيل أموال ومخدرات ويعني هذه البحبوحة التي يعيشون فيها، هل من الممكن أن يسمحوا لتظاهرات سلمية أن تغير واقع؟ في المجتمعات الديمقراطية ممكن للجماهير أن تغير، وهذا يحصل في أغلب دول أوروبا. يعني مثلا على سبيل المثال اليونان كان يحكمها حزب اشتراكي فشل في سياسة الاقتصادية، خلال انتخابات خلال 3 سنوات تم تغيير النظام بكامله وتحول إلى نظام آخر. لما فشل النظام نفسه تحول إلى بدون إطلاق طلقة واحدة. ليش؟ لأنه النظام نظام ديمقراطي. ولكن في العراق للأسف يعني ما في الانتفاضة تشرين، انتفاضة تشرين الحقيقة يعني اللي جابها عدوين، العدو الأول هي كورونا، والحقيقة هذه لعبت دور يعني في عز الثورة وفي عز الانتفاضة وتحقيق الانتصارات، وشملت محافظات البصرة والذيقار والقادسية وكل والنجف وكربلاء وبابل وبغداد يعني وميسان، كل المحافظات الجنوبية بدون استثناء كانت منتفضة بشكل كامل. والعامل الثاني هو الحقيقة دخول التيار الصدري وانسحابه ومحاولة قلب الطاولة على المنتفضين وسحب الانتفاضة إلى اتجاه آخر، عاملين للأسف أجهضوا الانتفاضة في تلك المرحلة. الآن الدلائل تشير إلى أنه كثير من التذمر موجود لدى ليس فقط شباب ذيقار أو شباب البصرة أو وإنما عموم الشعب العراقي، خاصة في المحافظات الجنوبية لديهم يعانون من نقص الكهرباء، المياه، نقص جميع الخدمات، المدارس، المستشفيات، الوضع الصحي المتردي، عدم وجود وظائف. هذه كلها عوامل تؤدي إلى الثورة. نعم سيطرة بعض رجال الدين وعلى البسطاء والأميين ونشر المخدرات أضعف المجتمع العراقي في تلك المحافظات، ولكن لابد، أنا إيماني دائما أقول لابد أنه شباب ثوار ثورة العشرين، ثوار ذيقار، لابد أن يأتي اليوم الذي سينتفضون وسيحققون النصر، إذا مو فقط في المظاهرات السلمية وإنما في إجهاض الحكومات المحلية ومن خلال الحكومات المحلية التوجه إلى الحكومة المركزية. نعم أستاذ فاروق. أستاذ عبد الله، الكثير يقول بأنه إذا وجد أكثر من علم في دولة ما فهي دولة فاشلة. في العراق الآن يروج لموضوع الأقاليم من جديد من خلال جهات معينة تخرج تأخذ من يعني تنطلق من مبررات، يعني انعدام وجود الكهرباء، انعدام فرص العمل، غرق العراقيين نتيجة هروبهم من العراق، تبدأ للترويج لأنه نموذج كردستان يجب أن يطبق وأنه هو النموذج الأمثل. يا ترى من وجهة نظرك يعني هل هذه المرحلة هي المرحلة المقبلة لعمليات التغييب القسري ويعني تدمير المدن وتدمير البنى التحتية وتهجير العراقيين؟ هل سنشهد أيضا إعادة تدوير لهذا الكلام؟
الانسداد في إيجاد أي حلول ترضي الشعب العراقي تدفع بالقوى المهيمنة على السلطة وهم الميليشيات وإيران بالذات، تدفع الشعب العراقي إلى أزمات متعددة كثيرة. يعني حتى نموذج كردستان الذي يتحدثون عنه هو أيضا خرقا لسيادة العراق وإنقاصا إلى سيادة الدولة، وفي المفهوم العام للدولة هو نقص، يعني نقص لسيادة الدولة. فتكراره أيضا في أماكن أخرى يجعل العراق عرضة إلى التشتيت والتقسيم والتقزيم، وهذه هي الغايات الكبرى الحقيقة لمشروع احتلال العراق اليوم. يعني كردستان ليست هي النموذج الأمثل للعراق، النموذج الأمثل للعراق هو أن يكون العراق سيد نفسه، وبالتالي تحل كل المشاكل الأخرى مع كل الأطراف الأخرى، إذا كان مع حقوق الأكراد، حقوق غير الناس، أي شعب، أي مجموعة أخرى لها حقوق من حقها تأخذها مع سيادة الدولة. بدون سيادة الدولة لا يمكن أن تجد حلول دقيقة وصحيحة. لو افترضنا قيام أي إقليم آخر، بمعنى أنه هو مدعاة لمثل ما تفضل حضرتك، مدعاة للتهديم مرة ثانية. يعني اليوم المناطق التي خرج منها داعش، اللي هي مناطق الغربية اللي هي صلاح الدين والرمادي والموصل، تغيرت ديموغرافيتها بشكل كبير. التواجد الميليشياوي الإيراني أصبح واضحا وأصبح بديلا عن هذه الناس. فقدت اليوم الموصل، لا تملك الهوية المحلية، الهوية العربية للموصل غير موجودة بحكم تواجد هذه. فإقامة قد يكون هذا غير مرضي أيضا لإيران، بالتالي تدفع ببعض القوى الأخرى أن تنادي بإقليم آخر مشابه إلى إقليم كردستان حتى تتم استغلاله لتدمير ما تبقى، أو تدمير ما بني ببساطة في الرمادي وفي الموصل، وإتمام يعني أن يكون العراق خاضعا كاملا إلى إيران ديموغرافيا. نعم. أيضا بالتالي لما يكون عمليات عسكرية، بمعنى هناك عمليات تهجير جديدة أخرى لمن؟ للعرب. فبالتالي هنا تكون المشكلة الأكبر. الأفضل من الحلول هو تغيير النظام الأساسي وقيامة سيادة حقيقية للعراقيين. هذه هي النقطة التي تبني، وهذه هي فلسفة الدولة. فلسفة الدولة أن تكون دولة موحدة، موحدة الأركان بما فيها المركز وبما فيها الحدود وما فيها الأقاليم. يعني أنا أجي أسمع هناك نقاش ما بين محافظ الديوانية والناصرية وصراع بينهم على حدود المحافظة، أو أربيل تدعي أن هناك يعني أراضي تابعة لها. هذه ما ليست مسؤولية الأقاليم. نعم. هذه مسؤولية الدولة، والمركز هو الذي نعم. يحدد الخريطة الإدارية لكل المحافظات. الدولة ما شاء الله يعني فالدولة نعم قائمة بعملها، والمواطن العراقي المسرور ومنتهية سعيد. ومنتهية بسرقة الناس وقتل الناس وتطبيق أجندات إيران وأمريكا. فبالتالي لا هنا كثيرا ما نقول أنه لا وجود لدولة عراقية من بعد 2003. نعم أستاذ عبد الله. أستاذ فاروق، في دقيقة واحدة، هناك أعلام كثيرة في العراق ورموز، العلم يدل على الدولة، ولكن لدى العراقيين أعلام كثيرة. لماذا لا نقول من حق الشباب العراقي أن يهاجر من هذا البلد الذي لم يجد فيه لا قيمة ولا احترام لحقوق الإنسان، وحتى أنه مهدد في كيانه، مهدد في أسرته وعائلته؟ ولو تفتح الأبواب، يعني مثل ما حصل عام 2014 و2015، عندما سألت مستشارة ألمانيا ميركل، فتحت أبواب ألمانيا، هاجر مئات الآلاف من العراقيين ومن السوريين. ولكن الآن من الصعوبة جدا، يعني الآن من دخل اليونان من 5 سنوات ولحد الآن يعجز أن يغادر اليونان إلا بعد أن يحصل على الإقامة ويحصل على الأوراق الأصولية، ومن الصعوبة جدا أن يحصل عليها إلا بعد معاناة كثيرة. ولذلك أصبحت معاناة المهاجر هي ليست بالسهولة،
يعني يدفع ربما يكلف المهاجر الواحد إلى من بين 15 إلى 20 ألف دولار، وبنفس الوقت لا يضمن الوصول ولا يضمن الحصول على الإقامة. إذن ولذلك صعوبة جدا، يعني الأمر ليس بالسهولة. تتوقع أن تزداد أعداد الهجرة ومعدلات الهجرة لاحقا في المستقبل؟ إذا استمر الوضع في العراق بالتأكيد على ما هو عليه، يعني زعيم إحدى الميليشيات عندما يسأل عن القائد العام للقوات المسلحة يقول رئيس الوزراء هو مدير عام، إحنا نعينه، هو بمثابة مدير عام. فإذا عندما إذا استمرت هذه الميليشيات هي اللي تحكم البلد وهي اللي تقرر، بالتأكيد ستزداد الهجرة. شكرا شكرا جزيلا أستاذ فاروق الفتيان، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق، وشكرا للأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي العراقي. شكرا ضيوف الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.